بعد تخرجي من قسم الهندسة الطبية اشتغلت في المجال. بعد فترة كده قابلت صديق وراني منتج لمكتب بيتفتح، بيتعلق على الحيطة ويتفتح يبقى مكتب ومكتبة، فعجبتني الفكرة جدا. بدأنا الأول مع نجارين، النجارين دول عملوا لنا المنتج بشكل احنا مش راضيين عنه، فبدأنا جبنا العدد والأدوات وبتاع وفتحنا اليوتيوب وقعدنا نتعلم نجارة من على اليوتيوب. قعدت حوالي 3 شهور نزلنا المنتج على الفيسبوك، لقى يعني انتشار واسع جدا، عمل اكتر من 23,000 شير و 15,000 لايك وبتاع، جالنا اوبورتيونيتيز كتير بقى وفرص كتير ان احنا نتوسع اكتر من كده. وبعد كده بدأنا بقى نكبر التيم ويبقى معايا فريق كامل من المهندسين. الفكرة كلها ان احنا ازاي نعمل حاجة لها كذا استخدام، يعني مثلا السرير بينزل من الحيطة ده لما بنقفله بيبقى ملوش وجود على الارض، فاحنا تقريبا بنفرش الحيطة. لما بنبقى محتاجين ننام بنفتح السرير، لما بنبقى محتاجين الترابيزة السفرة بنفتحها، مش محتاجين ناكل بنقفل ترابيزة السفرة، مش واخدة حيز من المكان بتاعنا. فهي كل الفكرة ان احنا نوفر المساحة. احنا كنا يعني مهتمين جدا بفكرة الديرابيل تيستنج، ازاي نقعد نختبر المنتج اختبارات جودة لغاية ما نعرف المنتج ده هيعيش قد ايه. فتقريبا السراير مثلا بنعمل عليها عدات قفل وفتح ممكن اكتر من 6,000 مرة عشان نعرف ان السرير ده تقريبا هيعيش 10 سنين، مش هيحصل له اي حاجة خالص. اهتمينا بالجودة بتاعة الخامات نفسها، فعملنا الشاسيهات بتاعة السراير حديد والميكانيزم نفسه حديد، فكل ده بيدينا منتج في الاخر فعلا بيعيش فترات طويلة جدا وفي نفس الوقت بيستحمل احمال كبيرة جدا. عايزين نحول كل حاجه في حياتنا للموبايل ابلكيشن، ان احنا مجرد ما ندخل من باب الشقه نبدا نتحكم في كل حاجه في الشقه بالموبايل ابلكيشن، من اول الاضاءات للساوند سيستم بالصوت للسكيورتي بتاع الابواب والشبابيك. ده كله كان موجود في السوق اوريدي وفي شركات بتعمله. الاضافه اللي احنا عايزين نضيفها ان شاء الله ان احنا نحرك الفرنتشر نفسه في الموبايل ابلكيشن. اشتغلنا على البروجكت ده على سكيل صغير ونفذناه على سكيل 1 تو 10 كده ونجح بشكل كويس. دلوقتي بنشغله على السكيل الاكبر وعملنا بروتوتايب اوريدي الحمد لله نجح بنسبه 100%. اعتقد ان ال 10 سنين من 5 سنين ل 10 سنين اللي جايين دول هتتحول العمليه كلها لاساس ذكي وبيوت ذكيه ان شاء الله.